بيواصل فريق عم مسلسل ونوس باقي تصوير مشاهدهم، واللي من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني مع باقي أبطال نجوم الدراما. كاميرا عرب وود قابلت عدد من أبطاله وصناع في لقاءات حصرية للبرنامج، وقابلنا في الأول منتج المسلسل المنتج اللبناني جمال سنان، واللي كلمنا عن تجاربه مع الفنان يحيى الفخراني. كان لنا تجارب كتير يعني، ودي مش أول مرة بنشتغل مع الأستاذ يحيى الفخراني، ده العمل الثاني على التوالي بعد دهشة يعني، مع كان إنتاج مشترك مع الصباح وأنا، وهذا العمل الثاني اللي نحن مشترك مع بيلينجو. أما عم مسلسل ونوس فتوقع المنتج جمال سنان إن العمل هيحقق نجاح كبير جدا، وده لأنه وفر كل عناصر النجاح من الناحية الإنتاجية. إن شاء الله نحن متوقعين نكون من رقم واحد بمصر إن شاء الله، وفي العالم العربي يعني أكيد. فمن ناحية الإنتاج هو يعني عمل ضخم، إخراج شادي الفخراني، أستاذ شادي الفخراني، وسيناريو حوار عبد الرحيم كمال، فعمل بيحاكي الشر والخير، يعني صراع ما بين الشر والخير، وحيكون عمل جديد بالنسبة للأستاذ يحيى الفخراني ما شفناه من قبل، عمل مودرن وكتير حلو. جمال سنان كشف لنا كمان عن أعماله الجديدة في مصر وعن المسلسل اللي بيحضر له بعد الموسم الرمضاني. عم نصور هلأ في مصر كمان مسلسل تاني كمان اسمه جراند هوتيل، عمل ضخم، وعندنا في عم نصور بلبنان وبلندن، هو مسلسل اسمه ياريت كمان، هو بان أرب مصري لبناني سوري، عمل مشترك. المسلسلات نحن عندنا عمل تاني عم نحضره كمان اسمه حجر جهنم، وحيكون إن شاء الله لبعد رمضان. كمان من بين نجوم الشباب اللي بيشاركوا في المسلسل مع النجم الكبير يحيى الفخراني الفنان نهى عبدين، وسألناها في البداية إزاي ترشحت لدورها ده في المسلسل. تم الترشيح عن طريق أستاذ شادي، كنت مبسوطة جدا أنا هشتغل معاه، ومبسوطة جدا بالورق أستاذ عبد الرحيم، وطبعا دكتور يحيى يعني حاجة مهمة جدا جدا إن أي حد يشتغل معاه، خصوصا لما يكون في بداية خطواته الفنية، ده شيء مهم جدا يعني، إضافة ليا كبيرة، ومبسوطة جدا أنا موجودة في العمل ده، يعني عمل متكامل إخراجيا كتابيا ونجم كبير زي دكتور يحيى، فمبسوطة جدا. وكمان معانا أستاذة هالة وهالة صدقي وحنان مطاوع ومحمد شاهين ومحمد كيلاني، معانا مجموعة كبيرة. نهى عبدين كشفت لنا عن شوية تفاصيل عن المسلسل، وعرفنا منها كمان صورت قد ايه من مشاهدها وفاضل قد ايه، وسالناها كمان عن كواليس المسلسل. المسلسل مش صعيدي يعني اجتماعي، وبيتكلم عن مشاكل اجتماعيه وطبيعه البني ادم نفسه وطبيعه اطماعه يعني وشخصيته، وقد ايه الحاجات دي ممكن في اوقات تتحرك وتحوله من بني ادم لبني ادم، يعني في كل جوه بني ادم يعني في حاجات مش انسانيه، فإيه الضغوط اللي بتبقى على الإنسان ده بتحوله للنقيض. أنا صورت تقريباً 60% من شغلي في المسلسل، فاضل يعني بتاع 40%. بصراحة كواليس المسلسل يعني من أحلى الحاجات بصراحة في المسلسل نفسه. دكتور يحيى روح جميلة جداً، ويعني في استمتاع واحتضان، ويقعد يتكلم معانا في تفاصيل الشخصيات، وأستاذ شادي حد بروفيشنال جدا، بيقعد مع الممثل ويذاكر معاه وبيهتم بأدق أدق أدق التفاصيل، وده شيء ممتع جدا للممثل. أما الفنانة حنان مطاوع واللي بيجمعها المسلسل مع المخرج شادي الفخراني لتاني مرة، فكشفت لنا قد إيه هي سعيدة جدا بالمشاركة في العمل ده. سعيدة بكل كاست العمل، مدام هالة صدقي اللي هي بعتبرها أختي وصاحبتي، محمد شاهين، كيلاني، يعني نيكولاس، سماح، كل الناس يعني سعيده جدا، وطبعا دكتور استاذ نبيل الحلفاوي حبيب قلبي يعني، فانا مبسوطه جدا بالعمل مع كل الاساتذه الكبار دول. هي التوليفه كلها كانت بالنسبه لي مغريه جدا، وان كان الدور بتاعي انا كان مخيف بالنسبه لي يعني كنت محتاسه، يعني عايزه اعمل العمل جدا وعايزه ابقى جزء من الثلاثي الرائع الناجح ده، واشرف ان انا اشتغل معاهم، بس في نفس الوقت خايفه قوي من دوري. سألنا حنان مطاوع عن شخصيتها في المسلسل، وكشفت لنا انها شخصيه جديده عليها، وبيغلب عليها انها شخصيه واقعيه
ودور كمان تركيبته غريبة. التركيبة اللي أنا بعملها ملهاش أي علاقة بيا الحقيقة ولا أي علاقة، ولا تمنيت أعمل دور زي ده. يعني دايماً واحد هو قاعد مع نفسه، لا مش في تمنياتي كمان، ده الأهم، مش بس في خيالي. يعني أنا مثلاً لو قلت لي نفسك تعملي، أقول لك عايز أعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وأتمنى عمري ما كنت هقول لك أعمل دور زي ده. فحتى لما جالي قلت له إيه ده؟ إيه الشخصية دي؟ أنا دي؟ بس بعد كده طبعاً وقعت في غرامها ما أقولكش يعني. بس هي كانت شخصية متحدية قوي بالنسبة لي، شخصية واقعية جداً. أنت قلت لي كمان علاقتها بدكتور يحيى الفخراني، دكتور يحيى بيغير حياتي كلها. يعني أنا بتبقى حياتي في سكة، هو بيخليها في سكة تانية خالص. مش عايزة أقول للأحلى ولا للأوحش، بس هو بيغير حياة الأبطال كلها، وعلى رأسهم شخصية نرمين. يعني دخوله في حياة شخصية نرمين اختلف تماماً.